مساء الخير. مبسوط أكون كمان مرة معاكم في هذا اليوم الحلو اللي مليان ببركات الله. مكتوب إنه الله يسكن وسط تسبيحات شعبه. اليوم بدنا نكمل الدراسة اللي بديناها. بدينا ندرس، حدا نتذكر من وين؟ احنا ندرس التكوين يوم الخميس، ويوم الثلاثاء ندرس بالتطويبات آية آية. فمتى بدنا نقرأ من أول سبع أعداد. معلش حدا يسوي لي شيء سخن لو سمحتوا، يعني أي شيء سخن. بدنا نقرأ سبع أعداد، أول سبع أعداد من تكوين. عادة في الكنائس أو احتراما لكلمة الله، الكل بوقف لما نقرأ آية الأعداد، وأنا حطيتها على الشاشة. نقرأها كلنا بصوت واحد. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يعرفون، طوبى للمدعاة لأنهم يرثون الأرض، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعذبون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. آمين. تفضل تاخذ. أبانا السماوي، نعم يسوع، أسمحك أباركك يسوع من أجل هذا اليوم. بصنك يا رب أنك بالفعل يسوع تكلم له من لدنك يسوع، لك القوة والمجد. وشعب الرب يقول آمين. 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 درسنا إحنا في الأسابيع الماضية بما يعرف بالموعظة على الجبل، وبدينا نتأمل كل آية ندرسها عشان هي أساسات الحياة المسيحية، هي أساسات ممكن نحكي إنه الدين المسيحي أو أهم إشي اللي المسيح حكى. وتأملنا في العظة الأولى والثانية عن طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة، وحكينا مش الحزن عشان الخطية، الحزن بحسب مشيئة الرب لأنهم يتعزون، وطوبى للودعاء، وحكينا كمان عن التواضع بناء بما أنه هو من أهم الأشياء في الحياة المسيحية. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. واليوم بدنا نتأمل في طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، وكمان بدنا نتأمل بطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لما الواحد بيكون جوعان بيكون شايف إشي قدامه. في مثل بيقول بيشوف الإشي إشي، بيشوف الديك أرنب أو إشي، مظبوط؟ بيكون شايف ولا إشي لما الإنسان جوعان، مظبوط؟ لما الواحد بيكون جوعان يعني بحاجة إنه يأكل، يعني مهما يعني حط قدامه مليون دولار بقول لك ما بدي، بدي أكل، أعطيني أكل. واليوم فاليوم نتأمل الجياع والعطاش. بحكي عن حدا جوعان، لما الإنسان بيجوع جسديا بروح بأكل، مظبوط؟ لما الواحد بجوع الواحد بجوع روحيا لازم الواحد يغذي روحه، مثل ما بتعرفوا ان الانسان مكون من ثلاث اشياء اللي هم روح وجسد ونفس. روح وجسد ونفس.
الجسد بحاجة إنه يأكل عشان يعيش، مظبوط؟ إذا الإنسان ما أكلش أكثر من 200 يوم بدون ما يأكل أي شيء بموت. الجوع الروح الإنسان بحاجة إنه تأكل. تأكل إيش؟ طوبة. في لما درسنا معنى طوبة يعني إنه الشخص هذا مبارك، مش إنه بده يتبارك. فطوبة يعني مبارك الإنسان اللي بيجوع إلى البر لأنه سوف يشبع. كيف الواحد بده يجوع إلى البر؟ مثال في مزمور 42 بيقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيب وأتراءى قدام الله؟ كما يشتاق الإيل، لما الإيل بشوف جدول الماء بنط بسرعة بركض. وهيك نفس الشيء طوبى للجياع والعطاش، كما هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. هل في أرواحنا هذا الاشتياق لله؟ هل إحنا بنقضي وقت مع الله؟ نعم. هوشع بيقول، هوشع 8:3 بيقول: قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو. لما أنت بتكره الإشي المنيح العدو، الإشي المش منيح بيجي. لما أنت بتصير تحب الإشي المنيح تعمل الحق، فبعدين الله بيجي وبيكون معك. في ميخا بيقول، ميخا 6:6-8 بيقول: بما أتقدم إلى الرب وأنحني لله العلي، هل أتقدم بمحرقات؟ بيقول إنه كيف أنا بدي أسر قلب الله؟ هل أجيب محرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الله بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطيئة نفسي؟ هذه كل الأشياء اللي مكتوبة بالكتاب المقدس بالتوراة عشان كيف الله ممكن عشان يكون راضي عن الإنسان. بيكمل وقد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وما يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. إذا بتلاحظوا، إذا بتدرسوا مثل ما إحنا درسنا، تصنع الحق. الحق هو من أسامي البر، طوبة اللي بجوع إلى البر. تحب الرحمة، بعدين بدنا نحكي عن طوبة للرحماء. تسلك متواضعا، تكون وديع. يعني ثلاث تطويبات في هالآية: تصنع الحق، تحب الرحمة، وتسلك متواضعا مع إلهك. في العهد الجديد إنسان اسمه سمعان الشيخ، فهذا الإنسان كان دائما على علاقة مع الله. اللي بعرفوش، احنا عادة نقرأ مرات هذه الآيات بعيد الميلاد، بس اليوم بلوقا 2:25 بيقول عشان نعرف مين هو هذا سمعان الشيخ، بيقول: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل أي المسيح، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الله، مسيح الرب. من كثر علاقته مع الله، الله كان يحكي معه، يتكلم معه عن طريق الروح القدس، قال له: أنت مش راح تموت قبل ما تشوف مسيح الله. فأتى بالروح إلى الهيكل. أنا قبل فترة كنت أسمع يعني شو هالترتيب المخيف، إنه باليوم الثامن
سمعان كان في بيته يصلي، ترك بيته راح على الهيكل بنفس الوقت اللي مريم ويوسف كانوا داخلين على الهيكل للختان باليوم الثاني. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعه وبارك الله وقال. يعني يوسف ومريم أجوا من وين؟ من الناصرة للقدس. ما كانش في زمان في عنا الواتساب والإنستغرام ويلا وينك هيني كمان أكمل دقيقة باجي نص ساعة وبجيب. يوسف ومريم دخلوا الهيكل وسمعان أجوا بنفس الوقت دخل. تصور الترتيب، الله نفسه اللي بعرف كل شيء، الله اللي تكلم مع سمعان الشيخ وقال له قوم هلا يلا. كان ساكن بالقدس، راح دخل، بعدين بارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. الخلاص بيسوع المسيح اللي كانوا كل العالم بيصلوا وبيستنوا في هذا المسيح. جوع وعطش سمعان قاده إنه يرى مسيح الرب. أبصر. الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك. لما أنت بتكون جوعان لله، لما أنت بتكون جوعان وعطشان لكلمة الله، لوجود الله في حياتك، الله بتحرك وبيحرك الظروف حواليك. ما عليك إلا أنه تقضي وقت مع الله، تجوع وتعطش مع الله. داود مزمور 63 بقول يا الله إليك أنت، إليك أبكر عطشة، إليك نفسي عطشة، نفسي عطشة، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قداستك. داود ترحمي، وحسب بعض الرؤى لبعض الرهبات إنه داود مسح ملك هون في الكرمل. لما بتطلعوا تطلعوا على الكرمل هون، كان في هناك مغارة كان ساكن يسع فيها، والنبي صموئيل أو القاضي صموئيل وكان قاضي أجا ومسح داود ملك. داود كان عاش حياته بحسب قلب الله. هو كاتب معظم سفر المزامير. لما الواحد بيكون زعلان تعبان فيه أي حالة بيروح في مزمور لكل إشي، وأهم إشي إنه كان يقضي وقت بالطبيعة. كان راعي، كان بتأمل حلاوة خليقة الله، فبقول يا الله إليك أنت، إليك أبكر عطشة نفسي. كيف العلاقة الحميمية بين الإنسان وبين الله؟ هذه كانت مع داود، هذه كانت مع سمعان الشيخ. سمعان كيف أجا على الهيكل بنفس الثانية اللي مريم ويوسف دخلوا، هو دخل. بكمل مزمور 84 بقول تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب. اشتياق غامر، طوبى للجياع والعطاش. هل تشتاق نفسك إلى قلب الله؟ تشتاق بل تطوق. هيك أنا بس بدي أكون في ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. أنت يا هل ترى آخر مرة كان عندك هالجوع أنك بدك تروح وتمسك الكتاب المقدس وتأكله؟ مرات كتير نحكي مع ناس يقول لك أنا عندي كتاب مقدس بس مش عارف وينه، يمكن عليه رطل غبرة، ما بعرفه إيش فيه.
مش عارفين انه هو كلمة الله المنعشة هو الخبز. يسوع كان بتحدث مع نيقوديموس بيوحنا 3 وبيقول له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. أجاب يسوع الحق 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 أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل الملكوت. في هناك وقت بيجي على الإنسان إنه بأخذ قرار إنه أنا بسلم قلبي بالكامل إليك يا الله. عشان هيك الولادة الثانية لما أنت بتعلن يسوع ملك وسيد على حياتك. بأشعيا 51:5 بيقول قريب بري طوبة للجيع والعطاش إلى البر. بر إيش؟ بر مين؟ بر بالإنجليزي righteousness. لما بنترجم البر righteousness هو القضاء أو العدل، ومش عدل أي واحد، عدل الله، بر الله. قد برز خلاصي وذراعي يقضيان للشعوب، إياك ترجو الجزائر وتنتظر ذراعي. قريب بر الله قريب، مثل الآية اللي بتقول الرب قريب لمن يدعو. ما عليك إلا تدعو تدعو الرب. لما أنت بتجوع للرب هل الله بيشبعك ولا لا؟ مزمور 7:1-7 بيقول 107 بيقول لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خيرا. إذا أنت جوعان لروح الله، إذا أنت بتجوع لروح الله، طوبى للجياع والعطاش إلى البر. في واحد من مصر كان برن بكتب ترنيم كتير إنه أنا مشتاق أشوفك يا الله، أنا مشتاق أكون في حضنك، أنا بدي أشوفك، أنا أملي إنه أشوف المجد. وقبل تقريبا 7 سنين سوى حادث وراح في قمة، بعد أظن أسبوع أو أكثر مات. من كتر ما كان يرنم، من كتر ما كان عنده الاشتياق إنه يشوف الله، مش قصدي إنه تصلوا عشان تموتوا، بس لما بيكون عندك الاشتياق إنه حضور الله يكون في حياتك، الله بيشبع نفسك، لأنه أشبع نفسا مشتهيا وملأ نفسا جائعة خيرا. هل في حياتنا في هذا الجوع والعطش إلى البر؟ إذا أنت بتجوع إلى البر أنت سوف تشبع، مثل ما حكينا أول إشي، إذا أنت جوعان بتروح تأكل، بتسوي مشاكل كبيرة، يمكن مستحيل تفكر ولا أي فكرة، مستحيل تشتغل قبل ما تأخذ هالقهوة أو تأكل الإشي المنيح. لما أنت تجوع لحضور الله، حضور الله بيجي على حياتك. لما أنت بتجوع ليسوع، يسوع بيجي لحياتك. لما أنت بتجوع للروح القدس، الروح القدس بيجي وبغمر حياتك. أمين؟ التطويب الثاني بيقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. مرات كثير احنا بنقرأ الآيات هذه بخلال دقائق، ولكن هي كثير كثير غنية. طوبى للرحماء، يعني دعوة إلنا في هذا اليوم إنه احنا نكون رحماء، نرحم الناس اللي حوالينا عشان الله يرحمنا. طوبى يعني يا بخت، يعني نيال، يعني مبارك.
في كورنثوس الأولى 3 بيقول: ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس، أساس الرب يسوع المسيح، ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه. إذا أنت بتبني بالحجر، أو إذا أنت بتبني على الرمل، أو أي إشي، أي ماتيريال، أي أداة أنت بتبنيها، في يوم من الأيام أن الله راح يكشف أو راح يتكشف الإشي اللي أنت بتبنيه. ومثل كمان الدرس الكتابي اللي بيقول أنه اللي بزرع لابد أن يحصد، اللي بزرع عنب بحصد عنب، اللي بزرع تين بحصد تين، اللي بزرع كره بحصد كره، اللي بزرع حب بحصد حب، اللي بزرع رحمة بحصد رحمة. كل واحد سيظهر إلى ذلك، لأنه بنار سيستعلن وسيمتحن نار عمل كل واحد ما هو. إذ بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره. كل إشي أنت بتزرعه راح تحصده. عشان هيك لازم نتطلع على الناس اللي حوالينا ونشوف أكم من واحد حوالينا بحاجة إلى رحمة. رحمة مش من الله، رحمة منا إحنا. كتير سهل نحكي إنه ما الله بيرحمه، مش إنه ما بس الله بيكون معه، الله يساعده. السؤال مش هيك، السؤال هل أنت بدك رحمة لما تكون بحاجة إلى رحمة؟ إذا أنت بدك رحمة أنت لازم تسوي الرحمة مع الناس الآخر، مع الناس الثانية. مزمور 18 بقول: مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، مع الأعوج تكون ملتويا، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها. مع الرحيم تكون أكم من مرة أنت بتفكر أنه أنت عن جد بحاجة إلى رحمة، ولكن أنت بحياتك ما كنت ترحم. كيف أنت بدك تأخذ الرحمة وأنت بحياتك كنت قاسي؟ ما بنفع. إذا أنت بدك تأخذ الرحمة اللي أنت بدك إياها، لازم تعطي الرحمة لكل إنسان حواليك، لكل إنسان بشعر أنه ممكن يأخذ الرحمة منك. أنت لازم ترحم كل الناس. في بطرس الأولى 1:17 بقول: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فيسير زمان غربتكم بخوف. حسب عمل كل واحد، الله بجازينا حسب عملنا، حسب عمل كل واحد. مش بروح لأخوك بقول لك عشان أخوك سوى هيك بدي أغاصصك، أو بدي أكافئك، أو بدي أباركك، أو بدي أرحمك. منفعش. يجب أنه بالفعل نتطلع على الناس بأعين الله، نتطلع على الناس ونرحم الناس ونساعد الناس قديش بنقدر. هل الرحمة إشي بتفكروا فيه كل يوم؟ المفروض لما تروح وتمشي بالشارع تشوف الناس المقعدة، الناس العيانة، الناس اللي يدوب بتاكل أكل باليوم، هل بنفكر إنه ممكن إحنا نسوي إشي من أجل هاي الناس؟ ممكن بتفكر، ممكن تحكي: ما أنا اللي بحاجة. أنت بحاجة، بس أنت هيك تمام ورايح وجاي وهيك هون معانا، والرب بيقول لك إنه أنت لازم ترحم. يوحنا 1 بيقول: وما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا. لما بتآمن بالرب
تعلن سيادة الله على حياتك. ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. لما أنت تولد من الله بتصير تفكر مختلف، بتصير تشعر مختلف، وبتصير تشوف مختلف عن الناس التانية. مثل ما رنمنا على السما رايح، يعني إنه إحنا من ملكوت تاني، إحنا نمثل، إحنا سفراء لمملكة تانية مش من هون. أبسط مثال متى 6:14-15 عن المغفرة، قول فإنهم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. إذا أنت بتغفر للناس أخطائها وزلاتها، الله نفسه بيغفر. كمل بيقول وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتهم. واو، معقول؟ معقول الله إله قاسي؟ حاشا، إلهنا مليان بالمحبة، ولكن بزرع المحبة في قلبك إنك أنت بالفعل تقدر تغفر عشان الله يغفر إلك. هذه بدها وعظة لحالها، بس معقول الله ما بيغفر إلي؟ أنت الغفران متاح إلك، ما عليك إلك تيجي وتأخذ، كمان تعطي. مثل ما حكينا بدك تكون رحيم، بدك تأخذ الرحمة لما أنت بحاجة إلها، لازم تزرع هاي الرحمة عشان بعدين تأخذها. كمان مرة بقول مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا. مزمور 41، ركزوا بهاي الآيات، أربع آيات ركزوا فيها، كتير حلوة وكتير عميقة. والطوبة للرجل، طوبة للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. إذا بتطلع إلى المسكين لما أنت بتكون في يوم الشر وبدك نجاة، الله راح ينجيك. الرب يحفظه ويحييه، يغبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. الرب يعضده وهو على فراش الضعف، ما حتى مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. برجع بآخر الآيات بتوب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين. أكم من واحد مسكين في حياتك؟ أو بلاش في حياتك، حواليك، بلاش نحكي حواليك، في عائلتك. هل بدك الله ينجيك في يوم الشر؟ في يوم الشر ينجيه الرب. إذا بدك القسم الثاني من العدد الأول، بدك تسوي القسم الأول. طوبى للذي ينظر إلى المسكين. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. اللي بيحتقر قريبه يخطئ، غلط، ما بيصير. ولكن من يرحم المسكين فطوبى له. نفس الآيات اللي المسيح حكاها، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. هذه من أقوى الآيات عن الرحمة. ما عمري شفت آية قوية مثل هاي الآية. بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. الله نفسه. ممكن أنت تداين الله؟ سؤال، ممكن أنت تداين الله؟ نعم. بالآية هاي من يرحم الفقير يقرض
الرب. مستحيل يعني، ما فيش ولا أي آية في كل الكتاب المقدس تحكي بالأسلوب هذا، إنك أنت بتداين كأنه بتداين الله. إيش هي سر إنه أنت يجب أن ترحم الفقير، يجب أن نطلع على الناس اللي حوالينا ونشوف إيش إحنا ممكن نسوي. آخر آية قول وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سمحكم الله أيضا في المسيح. كونوا لطفاء. مرات في بعض الناس صعب تكون لطيفة، كلامها مثل المطرقة، مثل الشكوش، أو مثل الفاس، أو مثل الطرية. ما تخلي كلماتك زي الدبش، ما تخلي كلماتك ناشفة بيننا وبين بعض وبيننا وبين العالم برا. ما نخلي كلامنا ناشفة. يسوع بيقولنا، أو بولس بيقولنا، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. لازم مرات نغير حكينا ونصير نحكي بطريقة ألطف شوي. كما سمحكم. تذكروا الآية، إذا أنت بتغفر الله بيغفر لك، إذا أنت ما بتغفر الله ما بيغفر لك. تذكر اللي بيرحم الفقير يقرض الله، اللي بيرحم الفقير بقرض الله. كمان هنا بآخر آية، في آخر آية بقول كونوا لطفاء بعضكم. قديش يا رب إذا أنا مش كتير لطيف، أسكب علي في هذا اليوم الروح القدس لكي ما أكون لطيف وأحكي مع الناس بلطافة. خلي يا ريت كنا مغمض عينينا ونصلي. عودت أقرأ الآية هاي كمان مرة. قد أخبرك أي الإنسان ما هو صالح وما يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق. يا رب أسكب في قلوبنا الحق الكتابي، أسكب في قلوبنا أن نحب الرحمة. نعم يا يسوع، بحاجة كثير إلى رحمتك، رحمتك كثيرا ارحمنا يا يسوع. بالفعل يا يسوع أسكب علينا هذا الروح لكي ما نقدر إنه نرحم الناس اللي حوالينا، عشان لما إحنا يصير بحاجة إلى رحمة أنت يا رب تيجي وترحمنا يا يسوع. نعم يا يسوع، خذ منا يا يسوع أي روح كبرياء يا يسوع. خلينا نمشي متواضعين معك يا يسوع. نسبحك يا يسوع، نبارك اسمك القدوس. يا ريت كل واحد فينا بينه وبين الله يصلي، قل له يا رب تعال. إذا أنت ما كنتش لطيف من قبل، اطلب من الله، قل له تعال أسكب في روح اللطف، أسكب يا رب في روح الرحمة. خليني يا رب الفعل أجوع وأعطش إلى برك، إلى حقك. أنا بحاجة إليك يا رب، أنا بحاجة إليك يا رب. سامحني، سامحني يا رب، سامحني إنه ما كنت ماشي حسب كلمتك، ما كنت حتى أفكر بالرحمة ولا بالفقير ولا بالمسكين. ولكن يا رب من بعد هذا اليوم بطلب منك يا رب إنك تسكب علي روحك القدوس، عشان أطلع على الناس بروحك، بعينيك، أشعر في مشاعرك يا يسوع. هاللويا، سبحك يا يسوع وبارك اسمك القدوس يا يسوع. هاللويا، بارك
كلمنا طول الطريق، مد ايدك وسطينا ويداوي قلبي بروح، مد ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوق، مد ايدك وسطينا ويداوي قلبي بروح، مد ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوق. مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، راحتنا في فعل رضا حاجتنا للشركة معاه، راحتنا في فعل رضا حاجتنا للشركة معاه، مد ايدك وسطينا ويداوي الكل بالروح، مد ايدك وسطينا واجعل طيبك في المشتاقين. مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، عرفنا مشوارنا الساحة، عرفنا أشواق الليل وجدتنا فوق الساحة، مد إيدك وسطينا بداوي الكل بالروح، مد إيدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوق. مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، مشتاقين يا روح الله لعرسنا ونستنى، سدينا بجلال يسوع واروينا بالفعل يا يسوع، أرسل يا رب روحك القدوس المبارك يا يسوع علينا لكي ما يكون معنا يا يسوع. بالفعل يا يسوع وإله السلام يا يسوع الذي صحك الشيطان يا يسوع يكون معنا أجمعين من الآن وإلى أبد الآبدين، وشعب الرب يقول آمين آمين.